أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا مرة أخرى من محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. كيف كتشوفوا دابا 10 ديال الليل وحنا باقين في أطوار المحاكمة ديال الملف ديال تهامي بناني، هذا الملف اللي عرف واحد الجدل كبير ما بين واحد الفئة عريضة من المغاربة اللي قسماتهم ما بين مؤيد وما بين معارض، خاصة أن كنشوفوا على مواقع التواصل الاجتماعي على بعض الجرائد كل كيقول كلامه، وكل جريده كيفاش كتطرق لهذا الموضوع، وكل جريده كيفاش كتعالج هذا الموضوع. اليوم حنا جينا للاطوار النهائيه اللي غتحسم وغتفصل في الكلام ديال كاع الاطراف اللي كيتكلموا في هذا الملف. ملف فيه قتل ولا ما فيهش قتل، فيه اختطاف ولا لا، فيه اعضاء، فيه حريق، فيه هذا الشيء كله اليوم غادي نشوفوه مع المحكمه في الكلمة الفصل ديالها. بطبيعة الحال حضرنا الأطوار المرافعات ديال الدفاع ديال المتهمين اللي كانت هي الأخيرة اليوم، ترافع الأستاذ الشرقاوي، ترافع الأستاذ السناوي، وكذلك الأستاذ كروت اللي باقي كيترافع في الدفاع ديالو على المتهمين. اليوم وحنا في الجلسة سي سفيان كيحضر معانا بحكم انه متتبع الملف. سفيان حضرتي المرافعات ديال الاساتذه الاولين، نعم، شنو يمكن لك تقيم لنا المرافعات اللي وقعت اليوم مع الكلام اللي كنتي كتقول انت؟ وشوف زميلي عبد الكبير، تتبعت هذا الملف برفقتك منذ البدايه على قناه صوت العداله. هذا الملف الذي طلعنا على محاضره ورقه ورقه، هذا الملف برمته تم النفخ فيه وتضخيمه إعلاميا إلى درجة أن الرأي العام تاه وسط الكم الهائل من المعطيات ومن الآراء ومن في هذا الحرق اللي جثة مفترضة للتهمي بناني كذبة. هذا كذب، ليس هناك في الملف ما يفيد الحرق. التشريح، تقرير التشريح الطبي المنجز من قبل الدكتورة فريدة بوشتا التي لها أزيد من 25 سنة في الطب الشرعي القضائي، التي أنجزت مهمتها طبقا للقانون وتحت تعليمات وإشراف النيابة العامة، لم تشر إلى واقعة حرق هذه الجثة لا من قريب ولا من بعيد. واحد، جوج، كيف يعقل وكيف يمكن أن نصدق أن هناك حرق لجثة والملابس التي كانت ترتديها أو يرتديها هذا الشخص والتي وجدت على الجثة غير محروقة؟ هناك من قال أنه تحرق على لبسه الحوايج. هذا 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 ضرب من خيال، وهذا كلام فارغ. هذا الرأي العام إذا كان كيتوهم بغي يتوهم هذا الكلام يتوهم، لكن الحقيقة شيء آخر، والقضاء ينظر في الملف وفي الدلائل المتواجدة بين يديه. أما هذه الخزعبلات والخريف والحكاية ديال الجحا، ما عندنا ما نديروا بهم في ملف استأثر باهتمام الرأي العام. إذا اللي خصنا نعرفه هو أن كل من روج لواقعة الحرق كذب على الرأي العام. أمام المحكمة الطبيبة الشرعية أكدت أن ليس هناك حرق. الشاهدة اللي كتبيع سايكوك عندما سمعت لها المحكمة كشاهدة لم تشير إلى أنها رأت جثة محروقة بتاتا. هاد الشاهدة اللي أثارت واحد الزوبة جديدة، احنا جايين لها. التصريحات المتهمين، الكل، جميع الأدلة المتواجدة بين يدي المحكمة اليوم ليس فيها ما يفيد الحرق. هذا واحد. جوج، تحدث البعض عن استئصال للأعضاء وعن جريمة منظمة فيها استئصال ديال الكبد واستئصال ديال القلب واستئصال أعضاء إلى غير ذلك. واش قال؟ قال أن واقعة الاستئصال أو جريمة استئصال الأعضاء كانت في مستشفى بن رشد. هذا كذب أيضا، لأنه لا يقبلها لا المنطق ولا العقل السليم. عباد الله، هذا راه المغرب، والمستشفى الجامعي بن رشد وجميع المستشفيات العمومية كتشفر غير قرعة ديال البنج، كلشي كيساق لها الأخبار. كيف يمكن لأناس أن يقوموا بتشريح جثة أو تشريح شخص؟ لأن المفروض أن خص يكونوا الأعضاء لازالت حية، عندها واحد لا ديغي باش كتموت، ويتم استئصال الأعضاء الحيوية لهذا الشخص ثم يهزوه ويديه حتى
الغابة ديال واد مرزق ويلوحوه. وبالتالي هذا الكلام لا يستقيم مع العقل والمنطق، وليس هناك في الملف ما يفيد استئصال هذا الأعضاء. اللي كيقول هذا الكلام كيكذب على الرأي العام، واللي كيقول هذا الكلام كيغلط الرأي العام. هذا حقيقة، الرأي العام يقبلها ولا ما يقبلهاش، هذا هو الواقع اللي كاين في الملف. طالما أن الطرف الذي ادعى هذا الكلام لم يثبت يستطع الإتيان ولو ببداية الحجة، ما جابش لينا حتى بداية الدليل، ويقول لك راه كاين الحرق ولا كاين استئصال الأعضاء، يطلق الكلام على عواهنه ويقول ما يشاء ويتفوه بما يشاء بدون دليل ودون أن يكون في الملف ما يشير إلى ذلك. هذا أمر خطير جدا. ثلاثة، إذا الاستئصال ما كاينش في الملف، والحرق ما كاينش في الملف، الشهود كاملين وكل من أجروا المعاينات والأبحاث بما فيها المركز القضائي للدرك ديال عين دياب وديال جوج مارس، ولا الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، ولا الطبيبة الشرعية، ولا الشهود الذين سمعت لهم الدرك الملكي، لم يشيروا إلى واقعتي الحرق والاستئصال. وبالتالي هاد الجوج كلام فارغ خارج عن المنطق والعقل السليم، وهذا كلام أراد من روجه أن يدغدغ عواطف الرأي العام. هذه حقيقة خصنا نقولوها، يتقلق اللي بغى يتقلق، هذا أمر. غتقول لي هذا الكلام اللي كتقول راه دفاع عن المتهمين، غنقول لك لا، هذا دفاع عن الحقيقة وهذا دفاع عن العدالة. إذا كانوا المغاربة بغاوا الحقيقة وبغاوا أننا نكون مجتمع ينشد العدالة، لأن اليوم تقدر توقع لولدك وتقدر توقع لولد واحد كيتفرج فينا أو واحد في طنجة أخرى ويعتقلوا ليه ولده، أو طرف آخر يموت ليه ولده ويوقع بحالة المشكل، لا أظن أنه سيقول هذا الكلام في التعليقات لو أنه كان طرفا في لو كان كيعيش الملف. غيقول لك ولدي مظلوم، مزيان نرجعوا نشوف نقراوا الملف. في البداية كانوا كيقولوا لنا المحضر 98 لا وجود في الملف، شي واحد هزه، سمعنا تصريحات في وسائل الإعلام، طلعنا الكتاب الضبط ما لقيناش. صوت العدالة آنذاك كانت تتوفر على الملف، كنا نتوفر ونشرناه كلمة بكلمة للمغاربة. طيب كنا كنتوفروا على المحضر 98، خرجنا قلنا اليوم عباد الله الناس اللي كيروجوا لنا المحضر 98 ما كاينش في الملف، ها هو مزيان. خرجوا قالوا لك لا، ماشي المحضر 98 اللي بغينا، بغينا التحقيقات ديال المحضر 98. اللي ما قاريش القانون يمشي يقراه. قانون ديال الدرك الملكي، هناك قانون في المغرب ينظم عمل الدرك الملكي. عباد الله اللي ما قاريش القانون يمشي يقراه، ما يجيش يقول شي كلام لا أصل له ولا فصل له. القانون الدرك الملكي أظن الفصل 23، المحاضر ديال الدرك الملكي تضمن في سجل، سجل ديال الدرك الملكي هو اللي كيتضمن فيه المحاضر، وتستنسخ تلك المحاضر المضمنة في السجلات الممسوكة لدى الشرطة القضائية وضباط الشرطة القضائية ديال الدرك الملكي، تستنسخ في محاضر مطبوعة وهي التي تقدم إلى السيد الوكيل العام أو إلى المحكمة. إذن المحكمة عندنا هو اللي كاين. ممتاز. كيقول لك لا، جيبوا لنا التحقيقات، التحقيقات مضمنة. شنو هي التحقيقات؟ هي استمعنا لفلان وفلان وفلان وعلان. داكشي اللي كاين في الكتاب راه كاين تما. ينقلوا طبق الأصل بإشهاد إشهاد ضباط الشرطة القضائية بأنه طبق الأصل. زين. لما تطلع على المحضر 98 بتحقيقات، اش كتلقى فيه؟ كتلقى فيه تصريحات ديال الشهود الذين وجدوا تلك الجثة في تلك الغابة ولا عاينوها ولا، وهي الجثة التي صرحت أم تهامي بناني سنة 2019 امام الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في محضرين رسمي انها تعرفت على ملابس ابنها. مزيان. 2019، انا لا افهم كيف جات في 2020 وفي 2021 وفي 2022 وروجت أمام الرأي العام أنها ماشي ولدها. عباد الله، واش ولدك ولا ماشي ولدك؟ لا ماشي ولدي، ولكن راك قلتي في الفرقة الوطنية أنه ولدك. هناك لبس وغموض. يا تصرح وتقول هذاك الملابس ديال ولدي وأنت مؤمن أنه ولدك ومقتنع، أو لا تقول لنا شاك، أو لا تقول لنا لا راه ماشي هو. غير كل مرة تقول لنا رواية، هذا غير مقبول. مزيان. انا ما كنقولش في الاخر تراجعت على الروايات كاملين وقالت ولكن شنو اللي بقى يرحمه. ولكن شنو اللي بقى عند الراي العام؟ انه اختطف، حرق، سؤسلت اعضاؤه، رمي في البحر. راه الراي العام هادشي اللي سجل، هادشي اللي كاين. مزيان. نرجعوا للمحاضر.
ونرجعوا للطب للتشريح الطبي. أطراف في هذا الملف يطعنون في تقرير الطب الشرعي. الطب الشرعي لما أحيلت الجثة على مصلحة الطب الشرعي من الدرك الملكي راه ما كانوش كيعرفوا أنه تامي بنان إكس بن إكس وسجيلة مجهول. إذا حتى إلا كان شي واحد كيف كيقولوا لينا ما عرفت شكون يزور ويخفي الحقيقة، كانت جثة غير معروفة الهوية مزيان، سجلت تحت رقم 440 عند من؟ عند مصلحة الطب الشرعي القضائي ديال الرحمة، ماشي في المقبرة ديال الروضة ديال، ماشي في المحافظة ديال مقبرة الرحمة مزيان. ثم هل تريدون أن تحملون المسؤولية ديال عدم معرفة مكان الجثة في الروضة للمتهمين؟ هذا قانون. انت لو ان كان الاخ ديالك معتقل تحملها المحافظ ديال المقبره رجاء مزيان. اذا ما لقيناش الجثه لا قتلوه، هذا لا يستقيم مع المنطق السليم. لو ان كان انت او الزميل يوسف الصحفي المتتبع لهذا الملف او الزميله سعيده في جريده الايام او باقي الزملاء كان واحد عضو من عائلتهم ما غيقولوش هذا الكلام او غيحرصوا على انهم ينقلوا الحقيقه كامله ماشي في جهه واحده مزيان. غنرجعوا لتصريحات الاطراف المدنيه، قتلوه حرقوه استأصلوا الاعضاء شعل التليفون في ازيلال، هذا كلام غير مسؤول. ليس هناك في الملف ما يشير لا من قريب ولا من بعيد الى هذا الامر. منين جبتوها الله يعلم. هذا اجتهاد توصل ليه رجاء شي حد رجاء. هو اللي روج لهذا الكلام رجاء عبد الكبير. الاجتهاد لا يكون الا من اصحاب العلم ومن اصحاب الاختصاص. اللي غماق يبعد على بحال هذا الملف اللي كيدغدغ فيه العواطف ديال الناس وهو يرتكب جريمه في حق من؟ في حق العداله اولا. كيف ما انت الان اليوم تتعاطف مع اسره الضحيه مزيان، ولكن واش عندنا ضحيه واحد في هذا الملف؟ لا اظن. هذا الملف عندنا فيه 4 ديال الضحايا او 5 ديال الضحايا الى اليوم. الضحيه الاولى هي العداله، هي الاعتقال الاحتياطي لمدة 4 سنوات. ليس هناك في الحقوقيين من تحدث عن الاعتقال الاحتياطي لمدة 4 سنين. حتى واحد ما قال وكواك عباد الله في المغرب الاعتقال الاحتياطي لا يجب أن يستمر إلى غير 4 سنين. قالها شي واحد؟ واحد ما قالها. كيخافوا يقولوها لكي لا يتحرك الرأي العام ويقول لي شريف التارك مخلص. أنا غنقولها واللي بغى يقول مخلص ذنوبه على راسه مزيان. إذا أول ضحية في هذا الملف هي العدالة أولا، وأول ضحية في هذا الملف هو القضاء المغربي الذي تم الطعن فيه. أنا ما كنقولش لك القضاء المغربي وردة لا تشوبها شائبة، لا، جلالة الملك بنفسه في خطابة ملكية قال أن القضاء خصو إصلاح مزيان. تفقين إذن باش ما يقولوش لك هضره طبال وغياب، القضاء المغربي خصو الإصلاح، ورش الإصلاح مفتوح في القضاء مزيان. لكن ضحية في هذا الملف كيف قلت في الأول هي القضاء والعدالة، لأن قبلنا على رأسنا احنا كاملين كمجتمع واحد جوج الناس ولا ثلاثة الناس يتعتقلوا احتياطيا 4 سنين ما عارفينش علاش. أتقول لي لا راه عارف ما تبت عليهم والو. لا أنا غنقول لك مزيان، المتهم بريء حتى تزبوجها الإدارة مزيان. إذا أنتم غتشدوا الواحد عاد باش كتقلبوا على الدليل. هذا الشيء اللي وقع في هذا الملف وهذا الشيء اللي اثار اللي اثار في المرافعه ديال الاستاذ السناوي. هذا الشيء خرق للمحاكمه العادله، خرق لقانون المسطره الجنائيه، خرق للاتفاقيات الدوليه اللي موقع عليها المغرب، خرق حتى للسياسه الجنائيه للمغرب التي اراد لها جلاله الملك ان تكون منصفه لجميع المغاربه على حد سواء. هذا خروقات خطيره. شديتي عاد باش مشيتي كدير الخبره، واش كاينه الجثه واش ما كايناش، واش الجثه ديالو ولا ماشي ديالو مزيان. الضحيه الثاني في هذا الملف هو تهامي بناني. اختفى، فقد، لا نعلم، الله وحده من يعلم الحقيقه. هو ضحيه قبل من صحابه. لا لا، العداله هي الاولى. العدالة، ولكن من بعد جيت قلت لك هو الثاني. تامي عاد الدراري جيت مشدودين مظلومين. راه جيت قلت لك هو الثاني، راه ما رتبتوش لك في مرتبتين أخرى غير المرتبة الثانية. قلت لك أن الضحية الأولى في هذا الملف هو القضاء المغربي أولا لأنه مس بسمعته داخل وخارج المغرب. كاين استئصال، أنا مواطن أجنبي نسمع كاين استئصال في المغرب في وسائل الإعلام نهرب ما نقدرش نبقى فيه. وسائل الإعلام تتحدث عن استئصال للأعضاء، تتحدث عن قتل ممنهج وحرق واستئصال للاعضاء داخل مستشفى عمومي، وغنجي انا كاجنبي لا يمكن. نخاف على راسي.
طالما ما كاينش دليل من تفوه بهذا الكلام يجب ان يحاسب. هذا كلام غير مسؤول. الضحيه الثاني كما قلت في هذا الملف هو تهامي بناني، فقد او اختفى في ظروف غامضه هو الضحيه الثاني، وهناك قتيل. وهناك او قتيل طالما او قتيل. الضحيه الثالث والرابع في هذا الملف هما المعتقلين. السيد قاضي التحقيق تابعهم بمجموعه من الجرائم وهي جرائم لا تلتقي. لا يمكن متابعه شخص من اجل القتل العمد ومن اجل عدم تقديم المساعده لشخص في حالات خطر، واش هو قتله وما ساعدوش. كما لا يمكن متابعته ب اخفاء معالم جريمه. وبالتالي هذا الملف اتمنى ان تقوم العداله بانصاف الجميع، اولا بانصاف نفسها بارجاع المياه الى القانون، ان نطبقوا الا القانون وما يكونش تاثير ديال الراي العام. شكرا جزيلا عبد. شكرا لك سفيان. اعزائي المشاهدين، كانت هذه بعض المستجدات اللي جابها الاستاذ السناوي، جات على لسان سفيان نهرو اللي كان متتبع الملف وكان كذلك حتى هو كيتكلم بنفس الكلام. علاش؟ لان قاري المحاضر، قاري عارف الاغوار ديال هذا الملف منذ البدايه. كان معكم في التعليق الحر عبد الكبير، سنوافيكم بالجديد بعد قليل.